السلام عليكم، ذي الزير بوي بيجي رياكشن. جعناكم ليد برياكشن جديدة كالعادة والعوايد. جديد مش موجود، دونك سيرياتنا موجودين وجديد بيجي رياكشن ديما موجود. الولاد تعرفوني ما نغيبش عليكم، حتى وكان واحد حالته حليلة راني ديما موجود. سينو الولاد سيري المتواصلة مع افيرو اف اللي مازالت كي ربحت في السونداج، وهذه ثالث رياكشن بالنسبة ليا. تيتر باختياركم انتوما الولاد، افيرو اف 4000 فان، 4000 فان. تيتر هابط عنده 6 سنين كاملين. ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى. 4 دقائق 44 ثانية. باز حاجة مزيانة وباز حاجة شبيبة وباز افيرو باش يبدع فيها كالعادة والعوايد. وعندي ثقة في اختياركم وذوقكم الولاد. هذا ما يمنعش نشوفوا مع بعضنا نفهموا العملية. سيريا افيرو ماشية في نجاح الحمد لله، جموع شيخ عليها فهمتني، واللي لعبت فرحانة هذيك المطلوب وهذيك الفائدة. ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا. وقبل كل شيء كالعادة والعوايد نذكروا ونعاود نذكروا، فلسطين تعيش وفلسطين حرة وتحيا فلسطين دائما وأبدا. الولاد كيما نقول وكيما ديما نقول ونوصي، ما تنساوش باش تبارطاجيو أي حاجة تابعة فلسطين، كوتي فيديوهات كوتي فوكالات كوتي ميساجات كوتي أي موضوع سيوي، حتى وكان حاجات خايبة اللي صايرة في فلسطين كيما التقنبيل المتواصل يوميا فهمتني. ولا اليوم دبابة دخلوا سي بون بداو يدخلوا في غزة، تعديت كهرباء قدام وفرقعها باش تفهم يعني الحالة وين وصلت، والعباد وين وصلت دناءة بيهم انهم يشوفوا حاجة كيما هكاك ما يهمهمش، باش تفهم يعني وين عايشين الولاد، باش تفهم فيش عايشين. صح صح، تحية فلسطين وفلسطين حرة وتحية المقاومة. صاحبي مازال نستنيو في الضرب وما عادش مستنيين للزعماء العرب باش يتكلموا لحد شيء، خاطر طلعوا صاحبي كمشة بصاصة فهمتني ولا، والعباد قاعدة كان تعيط لهم وعاملوهم الكل والنفع على هذا. ما يمنعش الولاد تحية فلسطين وفلسطين حرة وفري فلسطين كما وصيتكم الولاد، كما وصيتكم الولاد. اي موضوع على فلسطين ماذا بيكم بارتاجيوه الناس الكل. Let's go الولاد، افيرو اف 4000 فان، نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا الولاد. يلا صلي على النبي برو. شفت في الازرق وانا لابس في الازرق تي دي فاهمين العمليه الاولاد، فاهمين العمليه الاولاد. ما هذا ما يمنعش بيصيح صلي على النبي برو. هكا هكا يدخل تيتر صاحبي ما يفتلكش يا فيلا. حتى الهربه تجيل هوني تهرب، حتى الهربه تجيل هوني تهرب. اسمع اسمع، ابو شي هربنا في هربها فينا. اي انا نراني في اللي تدرب، اي انا نراني في اللي تدرب. سركت مدور جور ثم في دراي يجي تسرب، جرب وحدك ما تسالش لمجرب. جرب وحدك وما تسالش لمجرب برو برو فاك. سركت مدور جور ثم في دراي يجي تسرب، جرب وحدك ما تسالش لمجرب. نمن بربي وبالعبد اللي تمن بيا، حتى نقطة تتعجبها متباتت فيا. تاب مشى المذرة مزت لذرورية، حتى القاضي بيدو بيا القضية. نمن بربي وبالعبد اللي تمن بيا، حتى نقطة تتعجبها متباتت فيا. تاب مشى المذرة مزت لذرورية، حتى القاضي بيدو بيا القضية. حتى القاضي بيدو بيا القضية برو، حتى القاضي بيدو بيا القضية. صاحبي فما حد شيء، فما حتى حد في الدنيا هذه وفي تونس خاصة شادد شنو لازمو يعمل شيء ولا شيء. ما سمعت البيت برو، سمعت الدخلة متاع فيرو صاحبي، ها مدخلت ولا لوح والله. يا اللي سمتوني سموني وقت اللي حد ما يسمع بي أربع لفان نكلمي كم بلا مجاي الكثرة تخف من الأقل نمن بربي وبلا بي. سمعت وش غالك، سمعت وش غالك، سمعت وش غالك دوبي القضي. اللي سمتوني سموني وقت اللي حد ما يسمع بي أربع لفان، اللي حد ما يسمع بي أربع لفان. صعب أربع لفان في الخفيف، حد ما يسمع بي حد ما يعرفني. إذا بيمنعش خذوا لي أنا توين وخذوا لي وين كملت باش وصلت، فهمت كيفاش الوليد. راو الموضوع هذاك راو صحيح 1000% صاحبي، صحيح 1000%. راو كي تخدم 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 تخدم
وتصبر وانت تخدم في حاجه تحلم بيها وفي حاجه تحب توصل لها وعندك هدف وعندك طموح بشتراها نتيجه وتجي توصل لمرحله معينه تصبر برشا ما كي ترى نتيجه بطريقه لا تصدق. انت بيدك ماكش فاهم شنو صاير اما صاير. فهمت كيف هيك؟ علاش نقول لكم راهو الصبر به، راهو الصبر ياسر به، خاطر ديما ربي يرجع لك من الاخر صح. كلمة كان بلا مجال كثر تفضل نمن بربي وبلا عباد لي تمن بيا نمن بربي وبلا عباد لي تمن بيا صاحبي صاحبي اسمعي جولة كاس على الولاد برجولي نمن بربي وبلا عباد لي تمن بيا عقدم ليش خيط خيط هو فيه خيادة التخطيط مقري وعمري ما قريت بينه وبين فارق التوقيت مقري وعمري ما قريت كلام زاد بلاش تيت دخلت من غير ما كليكيت كل يوم ضحية مش كان نهار العيد نشكل بصابة الحياة وانا ميت شايمي كل يوم ضحية مش كان نهار العيد يا برو يا برو صلي على النبي يا فيرو دخلت من غير ما كليكيت كل يوم ضحية مش كان نهار العيد نشكل بصابة الحياة وانا ميت شايمي نزل وسالتين عم بيسك ضيرونا بالغرش ودوري ام ناين ميسك وكشبك مش نحكي بشارة بعد اسبوع الوسط مشيت الجنة مش ندفع اخي زاد الدرس اللي تمنعوا من الفوسي اعمل لك مكافأة يدزك تسقي في العيب اللي تمنعوا من الفوسي اعمل لك مكافأة يدزك لايب انت كيفاش مش دي جنب مش ندفع اخي زاد الدرس اللي تمنى ام الفوسي اعمل لك مكافاه يدزك تسقي في العيب جيب مغرفه برا حرك فيها احساسك تتزرزك تبدك كاني في كاسك الصنع ريسبكتي كان اللي يتقن الصنع العدوى تعديك مش الصنع ريسبكتي كان اللي يتقن الصنع فاكت فاكت زك تبدا كاني في كاسك الصنع ريسبكتي كان اللي يتقن الصنع العدوى تعديك مش من اول نظره من اول سما رونديفو دات متاعو ثمان النهار في الجامع الزوز تحته من عينيا كيفك كيفك دمع شعب منافق يدعي ربي كان في المأزق الصلعة تتمشتت خط الخط تهز تتحط مش كان في الركزة زوكا كيتحك على الارز سنابي قلبك سفيني كلو فيلتر اكحك كيما البوكا سيدر 4000 فور 4000 بنش لاين في تيتر 4000 فور 4000 بنش لاين في تيتر ويا افيرو شبي هارد الولاد جوست فسروا لي شبي هارد برشا شبي ياسر كاسح شبي الفلو نتاعو ياسر هايبي ياسر يطلعها بيك بالرسمي يهربك وهو في اول تيتر قالك باش نهرب بيك صاحبي بدي اسمع اسمع عنده 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 صاحبي عنده قسترك في الويسكي تك مي تك تك تنفستي نهز نازك في ماستي فمش ما تسمر قصدي اي يا فرخة صوتها زيد يا زين كي تنطق يا في بجني انا تهد فرخة فرخة تزيد سي تزيد تزيان كي تنطق اسمي باش تفهم الايجو اللي عنده الاولاد زاد راهو فهمت موجود الايجو يعني كل رابوريت مكثريتهم عنده مكيك خاطر بالرسمي العقليه هيك هي اللي تنجح بالرسمي يعني مش تفاد ليك فهمت كيفاش اي يا فرخه صوتها زيد يا زين كي تنتقص يا في بجني انا تتونس جبنا ورخه نسك 4000 فوق قوتهم يمتازوا بثكاف الوزني ما فما حد 4000 وقوتهم يمتازوا بثكاف الوذنين يعني 4000 فان صاحبي راكم تفهموا في اللغه باش تسمعوني والله والناس جبنا ورخة النسك 4000 فان قوتهم يمتازوا بثكاف الوذنين ما فما حد فيهم فاهم مهين تحياتي الفانات الاولانيين لانه بالعظم من الاول وكانوا حاضرين في التدشين يا يفشل اللي تادي تادي اللي بادي اللي بادي زيد يادي الاخرين نمن بربي وبالعباد اللي تمن بيا حتى نقطة التعجب متباتت في حتى نقطة التعجب بهمت بهمت فيا صاحبي حتى نقطة التعجب بهمة فيا مش المذرة مزت لضرورية حتى القاضي بيدو بيع القضية نمن بربي وبلا بدي تمن بيا حتى نقطة التعجب بهمت بهمت فيا مش المذرة مزت لضرورية حتى القاضي بيدو بيع القضية اللي سلتوني سموني وقت اللي حد ما يسمع بي لي في فوكول وليد ولاد ليبز اللي يعمل فيهم افير وهذوك ما راهم يزيدوا يزيدوا اكثر انه يبربشوك في مخك فهمت كيفاش؟ انت مش كي تسمع صوت مش كي تسمع ثلاثه اصوات فرد وقت والبيت خلي يكون كهارد هذا علاش الفلو نتاعو راهو بالرسمي من اقوى الفلويات اللي تسمعها انفكشن بلاصه مجهوله يعرفوها كان الفانات اللي حكيت لك عليهم لحظه لا شي بشي البلاصه مجهوله يعرفوها كان الفانيت اللي حكيت عليهم للاسف انا مانيش من الفانيت هذوك رغم اني سمعت افير ودوب ما بدا يعني اما بعدت
فهمت كيفاش؟ أول ما خرج تيتر يعني متاع أفيرو سمعناه، وسمعنا اللي بعده، أما بعديك فجأة ما عادش نسمع، فهمت كيفاش؟ دونك ما نحسبش روحي ما يكون ليش الشرف اللي نكون من 4000 فان هذوك، كل واحد وبلاصتو، فهمت كيفاش؟ قالكش اللي هزك البلاصة يعرفوها كان هما، نكتشفوها مع بعض. 4000 فان إيفكشن بلاصة مجهولة يعرفوها كان الفانات اللي حكيت لك عليهم. قبل ما نداوي روحي مهم كي نلقى لهم فورميلو دوان نتمنى عليهم. ياه ولي مازالوا كي جاو جدود نرحب بيهم. اختيارك جايانك للعدوى حاجتين وعدك ما كانش باش ندم عليهم جايانك. سمعتوش قالك؟ سمعتوش قالك؟ حتى اللي جاو جدود مرحبا بيهم. اختيارك للعدوى مرحبا يا صاحبي، استنى فيك برشا فوضى بالله. مازالوا كي جاو جدود نرحب بيهم. اختيارك جايانك للعدوى حاجتين وعدك ما كانش باش ندم عليهم جايانهم ضروري. مانيش معايا ما عندي جمهوري. يفور ديسكور دستوري برا ماذا ميري نداوي قد اموري. كي نجي نزيع كيف حضوري عندي مده مالي جيتو طابو جاني توري. شنايا خلاتها حتى الحديد اخرتو مفوري. شامي هون في بطلني هنا هما شي ترابي كوش بط بفيانا. ترابي نوع ايانا ملكي تيبي ايانا بنادم ماينا. ترابي نوع ايانا ملكي تيبي ايانا برو هذا فاش نحكي؟ ترابي نوعي انا ملكي تيبي انا كل شيء بتاعي انا ما نستنى في شيء وما نكبي في شيء وما عندي عينين على حد شيء كان بتاعي انا كل شيء خرج فيه بتاعي انا الكرياتيفيتي بتاعي انا الخدمه بتاعي انا ما ماهيش ايجو هذه الاولاد استعراف فهمتني ما موش تكبر هذا استعراف باللي انا نخدم في كل شيء وانا نعمل في كل شيء وما نوصل كان روحي انا فهمت كيفاش هكا توصل برو هم في بطلني هنا هما شي ترابي كوش بط بفيانا ترابي نوع عيانا ملكي تيبي انا بنادم ما ينجم يكون في دلكا للخيانة حتى الراحة عيانا تعبت من غير ما نتجابن مانيش مشاوز نطلع من غير ما نتشابت كتبتي من مانا صعيبة وزادت صابت نبني في الموجة اللي تهزك للحافة اللي تهزك للحد دزك من الحرف تتكب كل الزب وراها سبب كل نجاح وراها تعب كل الزب وراها سبب وكل نجاح وراها تعب يا ما يدي ملا كتيبة عنده يدي ملا كتيبة عنده الوليد ملا كتيبة عنده الوليد ملا لغة يحكي فيها هارد على الاخر كيسها برشا صاحبي كيسها برشا صاحبي موضوعك اللي تخدم عليه مخك ما تفهمه وتفهم شنو يحب يوصل لك وبرجو ليا ابار اللغة هذيك البيت ابار البيت هذيك بيرفكشن كل شيء خارج مع بعضه مزيان وشباب كل شيء خارج مع بعضه كيف ما تحب تسمع فهمت كيفاش صاحبي مد في الإضافة نيجا ماني جاي نخرف جيت نحقق الخرافة أي نعيشو في زب نيجا ماني جاي نخرف جيت نحقق الخرافة كاسحة 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 ولا كاسحة لعب عليا الخماج بنظافة نوامرك بدلت حتى لون تبدل لما لازم هو بيدو ما تبدلش انفكشن ناي يا تحب تكون كبير ما تتكبر الشحش ماي بقدر تقدر يا بره اللي كان البارح ما يقدرش الشاري جي وما شاورش كاف الموض ما قصرش انفكشن اربع ما هررش نودك يا جيب الاشباع وما نبتعاش زيد استنى يا منهاش نكمي خرتين الجنة في الازعاج عندي داري ملكي في كل كوكب ما عنديش مال ابراج عندي داري ملكي في كل كوكب عندي داري ملكي في كل كوكب شفت كيفاش لازمك تغزر روحك عندي داري ملكي في كل كوكب ادي راوي يهز يهز يبعد بيك كواكب ما فرض الوقت كل شيء مربوط ببعض وتعرفوا شنو يقصد مش يبالغ تعرفوا شنو يقصد كتب بالمخ صاحبي صاحبي وليد باشر شنايك بملايين بهايم عندي 4000 فان نقفح مفهم شنايك بملايين بهايم عندي 4000 فان في البركة يكفي شنيك بيهم ملايين بهي باز باز جو كونفيرم على الاخر نمشي معاك في العملية على الاخر مش كيما عندك 4000 ولا 10000 الرقبة يتبعوا فيك ما فاهمينك فاهمين العملية ما يسألوش برشا فاهمين انت فاش تعمل شنيا خدمتك خاطرهم موجودين من الاول مش كيما عندك 10 ملايين 10 ملايين منهم كان 10000 فاهمينك الباخر الكل قديش محسوب 9 ملايين ودرا قداش فهمتني ولا ماهمش فاهمينك فهمت الفرق وفرق كبير راهو لي فرق كبير الا توصل لمرحله معينه توصل لمرحله كيما افيرو باش تفهم العمليه بالرسمي فرق كبير شاب هذاك اش تتسمى بعد وجه قدانا سكرت سقف اسمها بيت الدالة ريتهم كي شافوا دموعي قالوا حالا الكاثرة تخرى في للقلب 4000 فان 4000 فان اسمع يا فيلا اسمع والله سي عالدو كافير بلا لا يا فيلا
مالا لعب الولاد الولاد اكا نكونو كملنا افيرو اف 4000 فان فهمنا العملية شي يقصد بيها على 4000 فان. العبرة من التيتر هذية خطر بس مدى بس نتذكرها 4000 فان خير لي من ملايين بهايم. سي بون تفهم العملية الولاد، فوضى برجولية، فوضى 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 كاسحة على الاخر، شباب على الاخر، البيت هارد هارد هارد، فرد الوقت هكا افيرو ما يفدكش، كالعادة والعوايد، اللغة نتاعو ما يفدكش بها، يوصل لك المعلومة بطريقة ماهيش عادية، يترب بيك يهزك وين ما تحب يهزك، كواكب يخرج بيك فهمتني ولا ما يقلقوش، فوق هذا الكل هاي بيك على الاخر وفوق هذا الكل فلو فاير 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 على الاخر. الولاد سيريا فيرو مانيش باش ندم عليها الولاد سيريا فيرو مانيش باش ندم عليها جبنا برجولية برجولية ايوا والله كله مالكم الولاد انتوما اللي اخترتوا انتوما اللي ربحتوا في السونداج دونك انا رابح لهنا فهمتني ولا وبيان سور نخدموا في حاجة نحبوها موسيقى رانا نحبوها خليها فيرو والفوضى كيما هكا وعبيت فرحان عبيت شيخ كي نهبط رياكسيونات نقرا في الكومنتات عبيت شيخ صاحبي فهمت كيفاش دونك هذيك اش حاجتنا وكيكا تمشي العمليه ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون ولاد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن تنسيو شاركم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب نتاعكم خاصه اللايكس نتاعكم خاصه والكومنتات نتاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي مطا رياكشن 22 مينيسكول اول اليوم في الديسكريبسيون نقرا خفيفه تلقى روحك في الانستغرام مرحبا بالناس الكل مازالت برشا فوضى تستنى فيكم الولاد ومازالت برشا حاجات جدد تستنى فيكم دونك شفتوا خلك ال 4000 فان هذوك ما هو عندي حتى انا فهمتني ولا ال 4000 اللي تبعوا فيا فهمت كيفاش هذوك ما جاوهم بي على الاخر جاوهم بي باش نوصلوا بهم بقدره ربي الحاجات مع اكبر ومع اكبر انتوما الريلز والله وخصوصا انتوما الحقيقيين ريل او جي عرفت والله الولاد والله اذا ما يمنعش نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن نهنيوا الولاد كالعاده والعوايد جايتكم ان شاء الله سيري جديده وان باراليل مع سيري الكاسترو وافيرو ان شاء الله تعجبكم العمليه وان شاء الله تعجبكم الفكره بطيت عليها شويه خاطر بنتني ولا واحد قاعد كلي نحب ندرسها ندرسها ماكم تعرفوا وين الاولاد ما نهبطش حاجه هكا ولا هكا ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تصير برشا فوضى كالعاده والعواد بيجي رياكشن ديما موجود في الجديد وكان ما فماش جديد موجود في القديم وكان ما فماش في القديم موجود ديما موجود قدره ربي قدره ربي كان قمنا لباس وخدمنا على رواحنا صح موضوعنا الاهم فلسطين مازالت تنادي فلسطين مازالت تحت الهم تحت الظلم فهمتني ولا عالم كامل يتفرج الفيديو راهو نحكي عليه في اول فيديو في اول الرياكسيون حكيت عليه قلت لكم الاولاد راهو دبابه تدخل في الكياس تمشي على روحها فما كرهبه ما راتهاش قد ما تبحثيها شويه راتها عمل دوميتور باش يرجع في الدوميتور نتاعو مازال دار حط كليتور رجع اللي صار يا كتح فرقعها فرقعوا واحدة شنو اخر فرقعوا كار فيها علامة الهلال الاحمر معبية بالخشاشر ومعبية بالصغار ومعبية بالنساء وفيها علامة الهلال الاحمر اللي هي متاع المساعدات ومتاع المستشفيات وبصفة عامة واللي هي جريمة حرب انك تدور بيهم من نصب وهم والصحفيين فرقعوا دبابة يعني قصف جو فهمتني واللي رتحوا عليه شوية تاودش يدخلون القصف بر والمدفع مازال يضرب هاي والناس تتفرج بالرسمي الناس تتفرج يعني فهمت زعماء العرب مازالوا يتفرجوا موسم الرياض قال لك حل في السعوديه فهمتني ولا يستدعوا في العبيد المشهوره ما شاء الله ولا ما شاء الله اقسم بالله والله ما عادش نجم تنادي لهم تنادي لهم مش صعب اللي عمل علينا احنا والعمل على ربي خاصه اما اللي عمل علينا احنا ان نبارتاجيو قد ما نجموا اي مواضيع على فلسطين تحيا فلسطين فلسطين حره وفلسطين تعيش دائما وابدا القضيه الفلسطينيه راهي في قلوبنا في مخاخنا وعينينا ديما ما تقفوش ما تكلوش ما تفدوش قولي قابلوا في اقرب وقت ممكن peace and love